يمكن المقتطف اللي احنا سمعناه من كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان فيه مجموعة من الجمل المهمة جدا. أنا بطبيعة الحال أيديولوجيا على الأقل فأكيد أول حاجة هتلفت نظري أنه إرساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، أنه كل المواطنين أمام القانون سواء، الكل أمام القانون واحد. طبعا تاني حاجة تلفت نظري هو مطلب عام متعلق بانتخابات المحليات. خليني يمكن زي ما حضرتكم عارفين احنا ان شاء الله يوم الحد 21 الحالي هيبقى او الجاري هيبقى في جلسة اخرى لمجلس النواب هيبدأ فيها مناقشة بيان الحكومة او برنامج الحكومة، والجلسة قوامها الأكبر مشكل من رؤساء لجان مجلس النواب. معانا على التليفون سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. أهلا 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 أهلا. مساء الخير يا سيادة النائب. إزاي حضرتك علاء بك؟ إزاي الحال؟ كله تمام؟ وحياتك أكتر والله. كله تمام. أنا يمكن هبدأ الكلام وتعليق وتحليل حضرتك لبيان الحكومة النهاردة انطلاقا من مقال نشر في جريدة الوطن يوم 5. المقال بيقول تغيير سياسات وليس حكومات، وإنه الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة بقلم سيادة النائب علاء عابد. صحيح صح فعلا. صح. أنا المقال ده كتبته فعلا، وكان هدفي منه فعلا إن إحنا متنهدف من التغيير وليس مجرد التغيير ولكن تغيير السياسات نفسها. حلو. وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي وأكدت على جملة مفيدة جدا اللي هي الحفاظ على الحقوق والحريات والمساواة. صح. وده نص عليها الدستور. خلينا نكون صراحة أنا نص عليها الدستور. خلينا نبتدي من الأول، من أول ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة وأشار إلى عدة موضوعات على سبيل الحصر. موضوعات منها بناء الإنسان، منها جذب المستثمرين، استكمال المشروعات القومية، حلول فورية لأزمة التموين وعجز الموازنة وأزمة الكهرباء وتخفيض الأحمال. كل ده تطرق إليه توجيه السيد الرئيس خلال توجيهه أو تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي. خليني أعلق على نقطة مهمة جدا ونتفق عليها. إحنا لدينا الآن حكومة خبرات. هذه الحكومة تجمع بين الخبرة وبين الشباب. بمعنى صح، لو بصينا للمجموعة الاقتصادية، المجموعة الأمنية اللي موجودة في الحكومة، استراتيجياتها أهدافها اللي هي كويسة. والدليل على ذلك يا أستاذ يوسف، إحنا كان هدف الدولة الأول اللي هي البنية التحتية والتنمية المستدامة. دي نقطة، بنية تحتية، طرق، كباري، مدن جديدة، التوسع. وانت ذكرت في أول حلقة وأنا متابع حضرتك إن إحنا كنا 10% بقينا 17%، فإحنا عملنا مصر جديدة زي ما حضرتك قلت. وده كان شيء مهم جدا لأن مفيش مستثمر هيجي لدولة مش آمنة، مفيهاش أمن وأمان، مفيهاش طرق مواصلات. وأنا عايز أشير لنقطة مهمة جدا هنا اتكلمت فيها وذكرتها عن ضم بعض الوزارات لبعض. على فكرة الضم ده ليس لمجرد الضم، ولكن دي استراتيجية طبعا، واستراتيجية مهمة جدا ان انا بضع الوزارات المتشابهة في العمل والتنمية المستدامة مصر 2030 مع بعض، التخطيط والتعاون الدولي، نقل ومواصلات اللي الناس بتختصرها في القطار، لا، نقل ومواصلات دي 15 هيئة كبيرة، مواني ونقل ومواصلات وطرق وكباري وسكة حديد وقطار كهربائي ومونوريل ومواني برد، الكثير والكثير. خلينا نقول النهاردة البيان اللي ألقاه دولة رئيس الوزراء كان بيان مهم جدا. هذا البيان ليه 4 محاور رئيسية. الحقيقة أنا كنت متابع لمدة 1 ساعة و10 دقائق ودولة رئيس الوزراء بيلقي البيان. أول حاجة أتكلم عليها الحفاظ على الأمن القومي والعلاقات الخارجية. احنا دول الجوار كلها، وانا باعتباري نائب في البرلمان العربي، اجندتي كلها في البرلمان العربي من 11 سنه متابعه الاحداث اللي بتحصل حوالينا. يعني تطور الاحداث في ليبيا، تطور الاحداث في العراق، تطور الاحداث في فلسطين، في سوريا، في اليمن، دول كتير عظيمه وكبيره واشقاء لينا راحت ومش عارفه ترجع بقى لها 11 سنه. احنا استطعنا
ان احنا نعيد الامن والامان توجيهات الرئيس. وانا عايز اشكر هنا طبعا الوزارة السابقة اللي كانت بتعمل معاه خلال صحيح. الفترة الماضية واللي جت مكانها وزارة جديدة، واكد على ان الحقيقة يعني كمان في بعض الوزراء اللي كان ليهم دور كبير جدا خلال الفترة الماضية، سواء وزير الخارجية، وانا شايف برضو وزير الخارجية الجديد بدري بيه عبد العاطي الحقيقة يعني خير خلف لخير سلف جدا جدا. انا اعلم نشاطه، وانا احتكيت بيه كمان يا سيادة النائب صحيح. خلال 5 سنوات اشتغلت فيها في حقوق الانسان، مدى عمل هذا الرجل وقدراته ومهنيته وحرفيته. بأشيد ايضا بدور وزارة الداخلية وتحديدا الوزير محمود توفيق. خلي بال حضرتك، الفكرة العامة عن الشرطة كإدارة وكقبول في الشارع اتغير جدا جدا سنوات. جدا صحيح، احنا متفقين في هذه النقطة. أوي. يعني الاول كنت بتشوف تجاوزات كتير وبتشوف مشاكل كتير، النهاردة احنا بس ايه نمسك الخشب كده ونقول يا رب ايه كملها بالسنة. في انضباط، في منظومة شرطية، في عمل في المجال السياسي والمجال الامني، يعني الحقيقه يعني قدرنا نحقق ودور اجتماعي كمان يا فندم، حضرتك ادرى مني يعني دور اجتماعي عظيم كمان. انا بنفسي كنت بزور السجون والمؤسسات الرعايه وشفت التطور اللي في السجون اللي موجود وشفت، بس انا مش عايز يعني اشكر كتير في وزاره الداخليه بس. عشان ما يقولوش ان انا منحاز. خلينا نتكلم على القوات المسلحه ودورها برضو اللي عملته الفتره اللي فاتت على الحدود ودورها ووقفتها مع الشعب المصري صحيح. خلال الفترات اللي فاتت. فاحنا امام وزاره الحقيقه يعني وزاره كفاءات على راسها الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الرجل الذي قبل التحدي وتحمل كتير قوي في جائحه كورونا، الازمه الاقتصاديه، حرب الاوكرانيه، ناس كتير كانت بتحمله كل حاجه، ومع ذلك هذا الرجل واستحمل النواب واستحمل الاعلام الاثنين صحيح. يعني يمكن في لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي في احدى الزيارات انا وسياده الفريق كامل الوزير اللي ببارك له طبعا على منصب نائب رئيس الوزراء ووزاره النقل ووزاره الصناعه، وان شاء الله يحصل فيها طفره كبيره، وببارك طبعا كمان لنائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار لهذا القيمه والقامه الكبيره جدا. الحقيقه في دوله رئيس الوزراء قال يعني انتم بتنتقدونا احنا ما بنزعلش، بس احنا نرجو ان يكون النقد يعني بناء وتساعدونا بمشروعات قوانين وي 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 وي. هذا الرجل الخلوق المحترم اللي الحقيقه يعني بيلتف حواليه الجميع. انا باكد ان احنا مساندين في مجال التعاون ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وهنبتدي باعتباري عضو بقى في اللجنه اللي هتبتدي من بعد بكره الشغل ان شاء الله من 10 صباحا الله، ان احنا نجيب الوزراء وزير وزير نقعد معاه نقول له خطه سيادتك ايه؟ اليات التنفيذ ايه؟ مدة الزمنيه قد ايه؟ العقبات التشريعيه اللي انت محتاج مننا فيها قوانين نعملها ايه؟ نتدخل فيها ايه؟ العقبات الماليه حسب موازنه الدوله، المنح طبعا هنتجه لسياسه اخرى نخفف سياسه القروض دي خالص، وده توجه للدوله اللي انا شايفه يعني. فهنبتدي فورا فورا ان شاء الله بعد بكره هيكون حاضر عندنا وزير الماليه، وزيره التخطيط، وزير الاستثمار، وزير العدل، وزير الاوقاف، وزير الثقافه، دول هيحضروا ان شاء الله معانا في اللجنه المشكله لمراجعه بيان الحكومه وعرضه ومناقشته حسب تخصصاتنا، انا فيما يتعلق بالنقل والمواصلات، غيري فيما يتعلق بالموازنه، غيري فيما يتعلق بالمحاور المختلفه. حاجة كمان عايز أقول لحضرتك عليها، يمكن حضرتك كنت مشارك في الحوار الوطني وأنا مشارك في الحوار الوطني. خلينا أحط النقط على الحروف وأحط لكل ذي حق حقه. توصيات الحوار الوطني لما تيجي تتابع النهارده هتلاقي بيان الحكومة هو توصيات الحوار الوطني. ال 136 توصية الكام و100 ساعة اللي اشتغلوها خلال الفترة اللي فاتت هي دي توصيات الحوار الوطني. إذن هذا البيان صادر من الحوار الوطني اللي مثله جميع أطياف المجتمع المصري من اتجاهات سياسية، مجتمع مدني، موالي للحكومة، معارض للحكومة، شخصيات نسائية، شخصيات علمية، ثقافية، أدبية، إعلامية وخلافه، صناعية، تجارية، صح. استثمارية. وبالتالي احنا عندنا خطة طموحة جدا جدا جدا. هنشتغل ان شاء الله كل يوم، هنقابل مجموعة من الوزراء لغاية يوم الاثنين لغاية ما نوصل معاهم إلى المستهدف. يعني المستهدف اللي هو المواطن ورفاهيته، بحيث إن المواطن
يبقى عنده نوع من الاريحيه. ما حدش يقدر ينكر ان المواطن استحمل 10 سنين اللي فاتت واخرهم انقطاع الكهرباء، المواد التموينيه اللي الكلام ده، ولكن المواطن عارف ان احنا مرينا بمشاكل كتير جدا. كمان هندرس موضوع انتخابات المجالس المحليه لان ده لازم يبقى على الاجنده، وزي ما حضرتك ذكرت كمان عندنا يعني انا شايف ان خطه الحكومه النوايا جيده، ولكن اليات التنفيذ والاهداف المرجوه ده اللي هندرسه خلال الفتره القادمه. هي الاليات دي مهمه جدا. صحيح. وانا بالنسبه لي كنائب في البرلمان، يمكن نائب قديم شويه يعني بقالي 9 سنين تقريبا داخل البرلمان، شفت مصر 2013 او 2014 لما ابتدى البرلمان، لما كانت الحاله غير كده خالص. صح. الحاله الامنيه، الحاله الاقتصاديه، الحاله، احنا كنا بنسافر بره في بدايه البرلمان ما كانش حد بيقابلنا بهذه المقابله. النهارده بقى في استقرار سياسي، واول اليات الاقتصاد والاستثمار في العالم المناخ الاستقرار السياسي اللي قال عليه دوله رئيس الوزراء. دوله رئيس الوزراء من المستهدفات اللي قال عليها النهارده الاربع محاور الاستقرار السياسي، لان صحيح. الاستقرار السياسي ده في حد ذاته هيحقق طفره. يعني اي دوله فيها مناخ غير مستقر سياسيا اللي المستثمر بيبعد عنها، والمستثمر الاجنبي هيجي ليه؟ لان انت عندك بنيه تحتيه، افضل بنيه تحتيه. احنا تصنيفنا دلوقتي في البنيه التحتيه تقريبا من ال10 او ال15 على مستوى العالم. بناء الانسان بقى اللي حضرتك اتكلمت فيها وتعزيز حقوقه، احنا بنتكلم على التعليم والصحه تحديدا، بناء الانسان، تعليم والصحه. تعالى النهارده نقول احنا بنعلم كام طالب؟ احنا بنعلم 22.5 مليون طالب على مستوى الجمهوريه. ال 22 مليون طالب دول مراحل سنيه مختلفه، بدايه من المرحله الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، الجامعي. تكلفتهم كام؟ والدوله بتدعمهم بكام؟ الابنيه التعليميه كام؟ مدرسين كام؟ كتب كام؟ المناهج كام؟ ده ايضا الدوله هتبتدي تدعمه. ايضا الملف الثاني، احنا عملنا قانون التامين الصحي الشامل، وحضرتك عارف ده قانون مهم جدا طبعا، ان يكون هناك اللي بيقولوا عليه الاجانب الانشورنس. أيوة. اللي هو التامين الصحي لكل مواطن مصري يقدر يدخل يتعالج. أيوة. اذا كان عندنا احنا اصلا ضيوف 10 مليون وزيادة. مواطن ضيف هنا في مصر. أيوة. بيدخل يتعالج زيه زينا، وبياكل زيه. صحيح. زينا، وبيشرب زيه زينا. عمرنا ما قفلنا بابنا ولا نقفل، بس انقذنا اوضاعهم. دي برضو يعني انا يعني باعتبار وزير الخارجيه ونائب وزير الخارجيه للهجره السفير نبيل حبشي اللي انا بهنيه برضو، والسيد وزير الداخليه، بقول لهم تقنين الاوضاع بالنسبه للاخوه المقيمين معانا ده مهم جدا. ليه؟ لان تقنين الاوضاع هيؤتي، احنا مش بندور على فلوس، ولكن هيؤتي بان احنا نبقى عارفين المناطق الجغرافيه، الطبيعه السكانيه، التركيبه السكانيه بتاعتنا. وده حق اي مواطن. انت حضرتك لما بتسافر اي دوله شيء طبيعي ان انت بتدخل بيسالك انت رايح فين، جاي منين. صحيح. هتقعد ازاي، هتقيم ازاي. عمرنا ما هنقفل بابنا لحد، وبياخدوا كل الدعم. ده بياخدوا مننا العنوان واحنا بنقدم على التاشيره، يعني انت رايح فين، هتعيش فين، وحجز الاوتيل او حجز كله. البيت واللي 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 واللي. ولكن مصر بطبيعتها عشان دي من الحاجات النعم اللي انعم عليها ربنا على مصر، ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا عمرنا ما قفلنا بابنا في وش حد، ولكن لازم يبقى في ضوابط قانونيه. وانا باكد على دوله رئيس الوزراء، لازم يكون في ضوابط للاخوه المقيمين معانا. اهلا. صح. وسهلا، بس الضوابط القانونيه، حطوا يا جماعه ضوابط قانونيه لكل ما هو يقيم على ارض مصر. احنا عندنا 10 مليون، ال 10 مليون دول لو دخلوا الاتحاد الاوروبي باي 10 مليون هيدخلوا الاتحاد، انا ما حددتش، استحاله يستحملوهم. يعني احنا بالنسبه لنا يعني احنا بابنا مفتوح، بس كله بالقانون. طب علاء بيه، اخر حاجه بقى، هتبداوا الساعه 10 وتخلصوا الساعه كام؟ احنا عندنا جلسه من 10 ل 3. حلو قوي السؤال ده. والجلسه الثانيه من 3. أيوة. لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى بقى ياذن لنا ان احنا ننتهي من المناقشه، لان انت بتناقش وزراء تقيل، انت بتناقش 6 وزراء في اليوم. معلش انا اسف، هو بيعرض يعمل برزنتيشن. اسف في الجمله بقى، اسف في الجمله بقى، حضرتك كده فهمتني، اسف. أيوة. انا ماليش فيه، احنا لازم هيبقى في يوم ادلنا منه شويه.
لا علشان تنورنا بجد والله. تنورنا ده احنا عزيز بنتشرف. وغالي واعلامي وانا بتشرف بيك والله العظيم بجد وانا بتشرف بحضرتك يا ربنا يخلي حضرتك سياده النائب نورتنا وشرفتنا سياده النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب